أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لاستعراض المستجدات الميدانية في جبهة صعدة معقل الميليشيا الرئيسي. قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع بينهم قياديون رفيعون في مديرية باقم شمال محافظة صعدة. ونقل موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش الوطني عن مصدر عسكري قوله إن من بين القتلى قائد عمليات الربوعة ومسؤول العمليات المكنة أبو الكرار الصعدي، بالإضافة إلى 10 آخرين من عناصر الميليشيا إثر غارة لطيران التحالف العربي. وكان مصدر عسكري بعملية محور علب قد أكد في وقت سابق مقتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ مطلع الشهر الجاري. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المعارك، وكيف يمكن أن تؤثر على خارطة المعركة مع الانقلابين في اليمن عموما، وما الذي حققه الجيش خلال عام من المعارك في صعدة. قبل البدء في النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. معركة تحرير أم تأمين منطقة عازلة؟ سؤال ظل يتردد كثيرا منذ بداية تحرك الجيش باتجاه المناطق الحدودية لصعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، والتي تعتبر مركز الثقل السياسي والاستراتيجي لحركة الجماعة في دعم كافة جبهات القتال. معركة بدأها الجيش منذ ما يقارب العام، وتحركت في مناطق عدة داخل صعدة، منها علب والطريق الرابط بين محافظتي صعدة والجوف، والتوغل في اتجاه كتاف وباقم. مواجهات في بادئ الأمر وجدها عسكريون أنها تأتي في سياق استنزاف وتشتيت الثقل العسكري للجماعة على الشريط الحدودي الممتد من ميدي إلى أطراف المناطق الصحراوية في البقع، والتي قد لا يجيد الحوثيون التعامل معها بحكم بعدها عن مركز المحافظة. ولكن في المقابل وجد آخرون أنها أتت في سياق التخفيف على جبهات القتال في الجوف وتعز والبيضاء، محذرين من أن تكون هذه العمليات غير منتهية أو غير محسومة الأبعاد المستقبلية. في الجديد أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب مقتل العديد من مقاتلي تحالف الانقلاب منذ مطلع الشهر الجاري، إما بغارات جوية أو مواجهات ميدانية. وقال المصدر أن القتلى الذين سقطوا في المواجهات مع الجيش خلال شهر سبتمبر الجاري أتت أثناء محاولة الميليشيا استعادة مواقع كانت قد خسرتها في جبل صبحطل وتباب الخزان. معارك عديدة يخوضها الجيش إذن في مختلف الجبهات المفتوحة والممتدة على أكثر من منطقة، غير أن أبعاد المعركة في صعدة هي الأهم بالنظر إلى ما تحمله المحافظة من رمزية وأهمية لها انعكاسات عديدة على جبهات المحافظات الأخرى. نبدأ النقاش مع محافظ صعدة هادي طرشان. أهلا بك سيادة المحافظ. مرحبا بك أخي. في البداية لو تطلعنا على جديد المعارك في جبهات صعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم. وأما بالنسبة للمعارك على حدود وداخل محافظة صعدة فهي شبه يومية. المعارك تدور في محورين، أكثر ما تدور في محورين مهمين، وهو محور البقع ومحور علب. وهذه المنطقتين هي منطقتين استراتيجيتين، مدخلين رئيسيين دوليين على محافظة صعدة، تربط محافظة صعدة بأشقائنا في المملكة العربية السعودية ومن ثم على دول الخليج وعلى العالم. بالنسبة للمعارك أخي، فكما هو معروف أن هذه المنطقة التي تدور عليها المعارك الحوثي يحشد إليها أفضل ما لديه من مقاتلين ومن ميليشيات، لأنه يرى ويعتقد أن هذه المنطقة أي صعدة وما حول صعدة هي معركة المقدسة، ويرى أنها الحديقة، بل يرى أنها غرفة النوم التي يجب أن يحافظ عليها أكثر مما يحافظ على منطقة أخرى خارج محافظة صعدة. فلا شك أن المعارك متواصلة ومستمرة وشبه يومية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يخسر كل يوم ويتقهقر باستمرار أمام صمود وإرادة المقاتلين الشجعان. قلت أن المعارك تتركز في صعدة في محورين هو البقع وعلب، ما الذي تحقق في هذه في هذين المحورين وإلى أين وصلتم؟ ما هي طبيعة المعارك الحاصلة الآن؟ هل هناك أي تقدم لكم في قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أم ربما هي محاولات صد لهجوم دائما ما يكون من قبل الميليشيا لاستعادة هذه المواقع؟
الحقيقة أخي أن المعارك في على تراب محافظة صعدة معارك عنيفة جدا، والحوثي كما قلت لك يدفع بأفضل ما لديه من مخزون بشري، ولا شك أنه وكما هو معلوم للجميع أنه أكثر ما خسر من قيادات خسرها في هذه المناطق على حدود محافظة صعدة وداخل على تراب محافظة صعدة، لأنه حقيقة هزم عندما تأتي المعارك. هو يقول أنه يسيطر على مناطق أخرى خارج محافظة صعدة، سواء في المحافظات الشرقية أو المحافظات بعض محافظات المناطق الجنوبية، ويدعي أيضا ويزعم لمقاتليه وللمغرر بهم ولميليشياته أنه يحارب في داخل نجران وفي داخل عسير وفي داخل جازان، لكن عندما يسمع الجميع أن المعارك هي على تراب محافظة صعدة فهذا يعني أنه يعني ضعيف أمام مواجهة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. المعارك أخي هي في سلسلة جبال ممتدة من الحدود السعودية بالنسبة لمنطقة البقع، ويعني داخل محافظة صعدة سلسلة متواصلة جبلية، سواء جبال العليب أو جبال جبل ثار أو الجبال التي يعني في جهة الشرق باتجاه محافظة الجوف، كل هذه المناطق التي حول البقع وداخل مديرية كتاف مسيطر عليها تماما من قبل الجيش الوطني، والمعارك تدور هناك، لكنه دائما يعني يزج بميليشياته ومقاتليه يوميا، فلا يمكن أن يعني يمر يوم إلا ويكون هناك معارك في هذه المنطقة. كذلك منطقة علب في منطقة مندبة تبت الخزان جبل صباحطل، هذه المناطق أيضا تدور فيها المعارك شبه يومية. صحيح أن المعارك ما زالت مستمرة وتدور يوميا، لكن هناك مراوحة، لا يوجد أي تقدم، لم نعد نسمع عن إنجازات في جبهة صعدة وتقدم، لماذا؟ ما هي الأسباب هذه المراوحة؟ أهم الأسباب أخي أن الحوثي وميليشياته ومعهم أيضا كثير من الحرس الوطني سابقا، هذه كلها يعني سحب اغلب كثير من مقاتليه من كثير من المناطق وتمركز بهم في هذه المناطق، مما يعني يصعب التقدم، لكن ان شاء الله ان الايام القادمه ان شاء الله ستكون ان شاء الله هناك تقدم للجيش الوطني باذن الله في هذه المناطق، وهناك ترتيبات ان شاء الله يرتب لها للتقدم ان شاء الله. أشرك معنا في النقاش من تعز الخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي، أهلا بك سيادة العقيد. حياك الله، تفضل. سيادة العقيد، استراتيجيا ما هي الأهمية لجبهة صعدة وأيضا المعارك الدائرة هناك من وجهة نظرك؟ أهمية معركة صعدة تكتسب أهمية من حيث الاتجاه إلى البؤرة الرئيسية وإلى المكان الرئيسي الذي يتواجد فيها قيادة الانقلاب وإطلاقتها من هناك، وأيضا الفكر الذي أنشب تلك المنطقة بهذه المحافظة أو في أجزاء منها. فالمعركة تتسم بحيث الإعداد والتنفيذ، أن تكون هناك اتجاهات رئيسية واتجاهات استثنائية، فالاتجاه الرئيسي يحدد على أساس أن تكون النتيجة المرجوة من هذا الاتجاه الحسم السريع، وأيضا التوجيه إلى رأس الأفعى والرأس الأساسي ومدبر المتواجد في المنطقة التي عليها الهجوم يجري. فالسقوط محافظة صعدة والسيطرة على مقر قيادتهم في الكهوف وفي تلك المنطقة، وأيضا القوات تدمير القوات التي تم جلبها وسحبها من كثير من العلوية وتكديسها في محافظة صعدة، سيكون له دور كبير في حسم المعركة، لكن هذا لا يكفي، فالمعركة يجب أن تتوزع في كل الجبهات لتشتيت جهد الانقلابيين والحسم السريع. طيب، هذه نقطة مهمة سأناقشها معك، موضوع توزيع القتال على مختلف الجبهات، لكن ونحن نقرأ طبيعة المعركة في صعدة، قراءتك العسكرية لطبيعة المعارك الدائرة والنتائج المحققة في هذه الجبهة، كيف تقرأها؟
أقرأها من ناحية العسكرية والتكتيكية، سحب الأفراد ولا الوحدات الانقلابيين المتواجدة في بعض الجبهات لتعزيز هذه الجبهة، لكن الجانب العسكري والتكتيكي حتى وإن كان هذه الجبهة مكلف لكن يجب أن تسقط لكي تخفف كثير من المعركة والحاصل السريع. الاتجاه الرئيسي دائما ما يوجه باتجاه الهدف الرئيسي، فمعركة واحدة تغني على 100 معركة، ونصر واحد يغنيك على 100 نصر. اللي يجب أن نراه بأنه عندما يجب أن تكون الجبهة في آن واحد مشتعلة تجري المعركة على مستوى مسرح الأعمال القتالية المتوزعة في المحافظة التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين، هذا سيسهل أكثر على معركة صعدة وخاصة معركة تعز ومعركة الحديدة. هذا مهم جدا لما يسهل على النصر وتحقيق الهدف بأقل خسارة. طيب، محافظ صعدة يقول أن الميليشيا مركزة على صعدة وبالتالي استدعت أفضل عناصرها لمعركة صعدة، وربما أن ذلك هو سبب التأخر وعدم إحراز أي تقدم بالنسبة لقوة الجيش في صعدة. ألا يفترض أن يكون ذلك عامل مساعد ليحصل أي تقدمات وخلخلة لجبهات الميليشيا في مناطق أخرى؟ ربما لم يحدث ذلك، يعني لم يحدث الاستفادة من استدعاء عناصر أفضل عناصر الميليشيا كما يقول محافظ صعدة إلى صعدة. أكيد هم الانقلابيين وخاصة الميليشيات الحوثية تركز على صعدة بأنها هدف رئيسي من خلال قواتنا، لكن في هناك أهداف وطرق إمداد يجب الوصول إليها ليتم تطوير محافظة صعدة تطوير جيدا وخاصة من اتجاه حرس السفيان. كل الطرق والمسالك المؤدية إلى المحافظة يجب أن تكون المحافظة محاصرة حصار كامل، لان هم كذلك من ناحيه عسكريه وقوات عسكريه ولديهم خبراء ايرانيين ومن حزب الله، فهم اخذين هذا من عمل القيادات العسكريه ان تاخذ بالبال اسوء الاحتمالات. وايضا هناك اهداف عسكريه الكل يقدرها تقدير كامل عند اعداد المعركه بان يكون الاتجاه الرئيسي باتجاه المواقع الرئيسيه او اتجاه القياده الرئيسيه ومراكز السيطره هذه الميليشيا. طيب، أعود لمحافظ صعدة اللواء هادي طرشان. سيادة المحافظ، هناك قراءات متعددة ربما لأهداف معركة صعدة ما بين تشتيت الميليشيا والتخفيف ربما على الجبهات الأخرى، ما هي الأهداف الآن بالنسبة لكم من هذه المعركة وما المطلوب ليتحقق تقدم بالنسبة لقوة الجيش والمقاومة في صعدة؟ الحقيقة أخي يعني مشكور الأخ عبد العزيز المجيدي على طرحه، وحقيقه ان فعلا الطرح هو يعني يكاد يكون هناك توافق شديد كامل في الطرح، لان يعني لو تلاحظ ان مثلا المعارك لو ان هناك تقدم في المعارك في جهه نهم وفي جهه الجوف وفي المناطق الاخرى لخففت كثيرا على المعارك الدائره على تراب محافظه صعدة. لا شك ان الهدف هو الوصول الى قلب المحافظه والى جبل مران لنرفع العلم هناك، يعني تحقيقا لوعد الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي الذي نهنيه ونهني قيادتنا السياسيه جميعا، نائب الرئيس، رئيس الوزراء، الجيش الوطني، الضباط والصف والجنود، كلهم نهنيهم بثوره 26 من سبتمبر الخالده المجيده ام الثورات. فلا شك ان الكل يعرف اهميه يعني المعركة على تراب محافظة صعدة، ماذا تعني للحوثي وماذا تعني أيضا للجيش الوطني؟ أن الانطلاقة للحوثي كانت من محافظة صعدة وهو يريد أن يحافظ على هذه المنطقة، ولا شك أن لها بعد عقدي لديه وبعد عسكري أيضا. لو أن رأس الأفعى يضرب لسهل على بقية المناطق أيضا التقدم وليكون هناك هزيمة حتى نفسية. فلو أنه يركز على محافظة صعدة وتخليصها من ميليشيا الحوثي، وطبعا أبناء محافظة صعدة ليسوا حوثيين ولا يساندوا الحوثي، أبناء محافظة صعدة مضيافين للأسف الشديد، أنه استغل هذا البعد الاجتماعي والطيب في أبناء محافظة صعدة والتعايش الذي كانت مثالا لبقية المحافظات. محافظة صعدة
يرى البعض أنها ليست مكان للتعايش، وأن الحوثي جاء فيها لأنه بيئته بالبيئة حوثية ومن لا، للأسف الشديد هذا نظرة غير صحيحة. طيب. محافظة صعدة، وهذه أريد لو سمحت يعني أبينها للأخ المشاهد والمستمع، أن أبناء محافظة صعدة مثاليين في التعايش، حتى أنهم تعايشوا مع ديانة أخرى وهي اليهود، ديانة اليهود، وما خرج اليهود من محافظة صعدة من منطقة آل سالم إلا بعد أن أخرجهم الحوثي في نهاية الحروب الستة. فهذا الحوثي استغل يعني هذه الطيبة في أبناء محافظة صعدة وجاء إلى محافظة صعدة لينطلق منها، وإلا فالحوثي ليس من محافظة صعدة أصلا. وهذه المعلومة قد تغيب على كثير من الأخوان الذين يستمعون الآن ويشاهدون، أن الحوثي ليس من أبناء محافظة صعدة ولا ينتسب إلى أي قبيلة من قبائل محافظة صعدة. أعود للخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي، بعد عام من معارك جبهات صعدة، هل يمكن القول بأن جبهات صعدة أدت المطلوب منها استراتيجيا؟ من الناحية العملية قد يكون نعم، لكن هناك ظروف للمعركة من خلال هذه الفترة التي تقارب الآن السنتين والنصف من المعركة، هناك ظروف قد تهيأت أكثر من خلال ما يمارسه الميليشيا الانقلابية الحوثية بزعامة عبد الملك الحوثي من التفرقة والعنصرية ومواصلة البلاد إليه وسرقة مرتبات الموظفين بكل مسمياتهم من الجيش والأمن والمدنيين. هذه الظروف تهيأ أكثر، كما تكلم الأخ المحافظ بأن المعنويات الانقلابيين تدهور يوما بعد يوم، لكن هذه المعنويات ستكون أكثر في رداءة أكثر عندما يحصل التقدم في كل الجبهات، والتقدم باتجاه رأس الأفعى والقضاء عليها سيؤدي إلى انهيار كامل لكل الجبهات. طيب برأيك ما الذي تحتاجه صعدة وغيرها من الجبهات لإحراز نصر حقيقي يغير من موازين المعركة؟ مبدأ أساسي من مبدأ المعركة الحديثة المشتركة هي استمرار المعركة. عندما تستمر المعارك في كل الجبهات، ليس أن تشعل جبهة هناك وتحرك جبهة هنا وجبهة تقف هناك، لا، مبدأ أساسي من مبادئ المعركة الحديثة المشتركة هي استمرارية الأعمال القتالية ليلا ونهارا في كل الجبهات حتى أن يرهق العدو وتحصل وتحقق النصر الكامل والهزيمة الساحقة له. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي، كنت معنا من تعز. اعود لمحافظ صعده اللواء هادي طرشان. سياده المحافظ، ما الذي تحتاجه جبهه صعده لتحقيق نصر كما سالت الخبير العسكري عبد العزيز المجيدي يغير من موازين المعركه الان؟ الحقيقه مثل ما قال ولديه خبره عسكريه اكثر مني، اعترف بذلك، هو خبير عسكري وله باع في هذا المجال خاصه. ففعلا استمرار المعركة هو أيضا ستنهك هذه الميليشيات، ونحن نلاحظ هذا عيانا ومشاهدة وملاحظة وأيضا من خلال المعارك التي تدور معهم. فحقيقة أنه استمرار المعركة هو أهم عامل في تدهور هذه الميليشيات، وأيضا أهم عامل أيضا أو قد يكون الضلع الآخر من العوامل المهمة هي استمرار المعارك في المناطق الأخرى في نهم وفي الجوف وفي ايضا جبهه يعني الحديده جبهه ميدي وحرض. هذه كلها عوامل لانهيار الميليشيا، ولكن انا اؤكد يعني سياده المحافظ انت تريد ان تقول انكم انتم في الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه تستفيدون من اطاله امد هذه الحرب والمعارك في جبهه صعده تحديدا؟ ليس هناك فائدة في إطالة الحرب، لا عندنا ولا في أي منطقة أخرى، بالعكس هي سلبية. لكن أنا أقول أن استمرار المعارك هو يعني في النهاية يؤدي إلى انهيار الميليشيا التي تقاتل، لأن حقيقة نحن نجد أنها تتآكل يوما بعد يوم وتضعف وتنهار يوما بعد يوم. طبعا من أهم العوامل المرتبات للعساكر، لو استمرت المرتبات على يعني أن تسلم في نهاية كل شهر فهذا من أهم الأشياء التي تعين المقاتل. تخيل أخي أن المقاتل يعني يستمر 4 أو 5 أشهر بدون راتب، يعني لا شك أن فيها
يعني ما يؤثر على معنوية المقاتل وما يؤثر على أدائه في المعركة، لأن لديه أطفال، لديه أسرة خلفه، وهذا أمر طبيعي. يعني مع أن المقاتلين الذين يقاتلوا على تراب محافظة صعدة كما لمست منهم لم يأتوا من أجل الراتب، لكن هذه من أهم العوامل التي تدفع يعني ارتفاع معنويته في مواجهة الحوثي، ولأن يؤمن أسرته، يؤمن أولاده. طيب سيادة اللواء، هل هناك علاقة ما بين حالة الجمود العسكري في الجبهة وتأخر صرف مرتبات الجنود هناك؟ أنا أقول هو عامل، وإلا فحقيقة لو كان هذا هو العامل الأساسي أي الراتب لما بقي شخص واحد في المعركة، لكن عندهم إيمان وعقيدة ويعني وضوح في الهدف أنهم يقاتلوا من أجل اليمن، من أجل الجمهورية، من أجل أن يعني يعيش كل اليمنيين في رخاء، وأن تعود الدولة وتعود الجمهورية إلى يعني وتعود صعدة إلى حاضنة الجمهورية اليمنية. هم يقاتلوا من خلال هذه النظرة وخلال هذه الأهداف التي رسمت للمقاتل قبل أن يأتي إلى المعركة. لو كان العامل الأساسي هو المرتب لما بقي واحد من الجنود ولا الضباط في المعركة. شكرا جزيلا لك محافظ صعدة هادي طرشان، وأيضا الشكر موصول للخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيد. انتهت هذه الحلقة، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الوليد.